بسم الله الرحمن الرحيم. الاوبتيماليتي تيست فحص الامثالية او الامثالية للحل الاحسن. احنا سبق ان درسنا الترانسبورتيشن بروبلم وحليناه بثلاث انواع من الطرق اللي هي النورث ويست كورنر ميثود، الليست كوست ميثود، والفي اي ام اللي هي الفوكال ابروكسيميشن ميثود. وحصلنا على الانيشال فيزبل سولوشن اللي هو احسن حل نطتنا اياه هاي الطريقة. اليوم نريد نفحص هذا الحل، هل بالفعل هو أحسن حل له؟ هل يوجد حل أفضل من عنده ممكن أن يصغر لي التكلفة الكلية للتنقل؟ راح نطبق الاختبار بشكل عملي على M زائد N ناقص واحد من المواقع المستقلة للـ Basic Variables. إحنا نعرف الجدول الأخير نحصل به نحل Transportation Problem، واحدة من هالطرق نحصل بالنهاية جدول بي بيسك فاريبلز اللي تدخل بالحل وتاخذ قيم، والنون بيسك فاريبلز اللي هي تاخذ تكلفة صفر وما تدخل بالحل. راح طريقة الحساب نسميها بما يعرف بتكلفة الظل أو تكلفة الفرصة البديلة، الشادو كوست أو ذا أوبورتيونيتي كوست. راح تشوفوني أنا استخدم كلمة الأوبورتيونيتي كوست، تكلفة الفرصة البديلة. الشيء اللي نريد نحاول احنا نسويه بهذا التيست، واحدة من النون بيسك فاريبلز اللي التكلفة مالتها صفر راح نحاول نلقي لها تكلفة وندخلها بالحل، وواحد من البيسك فاريبلز راح يطلع ياخذ صفر، عل وعسى نحصل على حل أفضل من الحل الموجود عندنا. طريقتين راح نحل بيهن أو راح يعني نعطيهن، وأنا راح الحق راح أعطي بس الطريقة الثانية. الأولى هي الستيبنج ستون ميثود، هاي ما راح ندرسها، والطريقة الثانية اللي هي Modified Distribution Method الاختصار مالتها MODI. الـ MODI Method for Transportation Problem. الخطوة الأولى الـ Problem مالتنا إذا كانت Unbalanced حاول يسووها Balanced، هاي سبق أن أخذنا. الخطوة الثانية نحاول نلقي الـ Initial Basic Visible Solution، واحدة من الطرق الثلاثة اللي أخذناها. طبعا هنا انا اذا اريد اعطيكم الاوبتيماليتي تيست غالبا راح اعطيكم اياها محلوله بواحده من هالطرق وموجود الحل مالتها، بس اريدكم تفحصوا لي الاوبتيماليتي تيست. شغلنا الجديد راح يبدي احنا شرحنا هسه، الجديد اللي انتم ما تعرفوه هو من الستيب الثلاثه. ايش راح نسوي هنا؟ راح نحاول نلقي فد مجموعه من الارقام نسميها الدول فاريبلز، مجموعه من الارقام لمتغيرات اليو اي والفي جي. الدول فاريبلز هي المتغيرات المزدوجه او الثنائيه. احنا نعرف النون بيس العفو البيسك فاريبلز عندهم تكلفه، والتكلفه مالتهن هي سي اي جي. الاي هنا انطيها لليو فاسميه يو اي، والجي انطي المن للفي اسميه في جي. هاي هنا المن قاعد نحسب السي اي، قاعد الحقيقه احسب اني اليو اي والفي جي استفاد من عندهن من وجود التكلفة الموجودة عندي مع البيسك فاريبلز، أحاول ألقي اليو أي والفي جي لأن راح استفاد من عندها لإيجاد القيم اللي مالت التكلفة للنون بيسك فاريبل. طبعا هنا البيسك فاريبلز نسميها أيضا خلية مشغولة أكيوبايت سيل لأن بيها تكلفة بيها كوست. الخطوة اللي وراها الخطوة الرابعة راح أحسب السي أي جي بار اسميه الاوبورتيونيتي كوست، هاي المن هنا تكاليف الفرصه. تكاليف الفرصه للنون بيسك فاريبلز اللي نعرف احنا تكلفتها الصفر، للمن للخلايا الغير مشغوله للان ان اكيوبايت سيل هنا نسميها خليه الفرصه. ليش؟ قال له اساسا واحده من هالنون بيسك فاريبلز تكون عندها فرصه ان تدخل بالحل. الستيب الخامسه احسب قيم الدي اي جي اللي هي عباره عن فرق بين السي اي جي بار ناقصا سي اي جي بين الاوبورتيونيتي كوست مال نون بيسك وبين الكوست مال البيسك فاريبلز. هاي الدي اي جي المن نحسبها هم نحسبها للخلايا الغير مشغوله للنون بيسك فاريبلز تنحسب. اذا هسه عندكم شغلتين حسبوها للنون بيسك، الاوبورتيونيتي كوست والدي اي جي، اذا ينحسب للنون بيسك فاريبلز. اجي هسه خلينا نفرض احنا طلعنا كل الدي اي جي، إذا كان كلهن أقل أو يساوي صفر معناها أعداد سالبة وصفر معناها الحل مالتنا أمثل. أما إذا كانت على الأقل واحدة من عندهن أكبر من الصفر الحل مالتنا معناها مو أمثل، معناها إحنا نقدر نحصل تكلفة أقل للمسألة مالتنا مسألة التنقل. فش نختار من الدي آي جي؟ نختار
أعلى رقم موجب بيناتهم the most positive DIJ على مود ندخلها بالأساس بالحل القادم. الخطوة الوراها من هاي الخلية هاي مال نون بيسك اللي هي أخذت أعلى رقم DIJ، هاي الخلية أبدي من عندها أرسم فد مسار مغلق راح أشرحها هسه بالسلايد الجاي. شوفوا عندنا الجدول اللي على اليمين البي، خلينا نفرض الصفر اللي هو مشد الشادو مالت مظلل بالرصاصي، خلينا نفرض هي هاي الخلية نان بيسك فاريبل هاي هنا تكلفتها صفر، وعندي الدي اي جي مالتها هو طلع على الشيء الموجب، اريد ارسم من عندها مسار راح ابدي من عندها انزل لي جوا، نزلت لي جوا الجوا الاكسات اللي كاتبتها اني معناها هاي اكوش تكلفة اكو كوست، الصفار اللي معناها انه من بيسك فاريبلز، الصفار تمثل شنو النون بيسك فاريبلز، نزلت من الصفر نزلت على طبعا الصفر هنا هو الخلية x1 4، نزلت من عنده على اليمن على ال x2 4، نزلت على ال x3 4، بعد ماكو شيء جواها فاستدير. هنا عملية الاستدارة مو من حقنا نستدير اذا كانت الخلية نون بيسك، فقط نستدير اذا كانت الخلية بيسك. فهنا هسه ال x اللي هي x3 4 ماكو شيء جواها وهي خلية بيسك فاستداريت. شوفون عبرت الصفر من رحت لليسار استداريت لليسار، هنا أنا عبرت الصفر لأنه من حقي أستدير، رحت على الأكس اللي وراه اللي هو أكس 3-2، ما أقدر أروح على اللي وراه الأكس 3-1 لأن صفر ما أقدر أستدير، فمن هذا الأكس هنا راح أستدير فصعدت لي فوق، عبرت الصفر رحت للأكس 1-2 هنا أقدر أستدير، ما استدير على اليسرى ما استفاد لان انا اريد اسوي مسار مغلق، فارجع على اليمين ارجع على اليمين واوصل للخليه اللي بديت من عندها الرصاصيه، صار عندي مسار مغلق. الاي نفس الشيء، ابدي من الشادو اللي هي اخذت اعلى قيمه دي اي جي موجبه، نزلت بيها لي جو على شوفوا ما رحت بيها على اليمين على الصفر لانه ما اقدر استدير، نزلت لي جوا بما انه اكس هنا بيسك فاريبل اقدر استدير استداريت على اليمين بالخليه 2-4، بعدين استداريت لي جوا للخليه 2 العفو الخليه 3-4 همين اقدر استدير من عندها، استداريت لليسار عبرت الصفر وصلت للاكس اللي هي اكس 2 العفو اكس 3-2 صعدت لي فوق لما وصلت الخلية اكس 1-2 واستداريت ايضا لليمين على مود اسوي مسار مغلق. المسار بهالشكل هذا تسووه، وها هي طبعا هسه احنا سوينا المسار وخلصنا، تكملة المثال راح يكون بالنسبة لمجموعة السلايدات الجاية. شكرا جزيلا.